مرة اخويا. يلا روح التلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظة المنيا. صباح الخير عليكم. احنا في لايف جديد من الارض الزراعية، الارض الخضراء. احنا النهارده في موسم حصاد الجزر الاصفر، يعني طبعا احنا النهارده الفلاحين بيحصدوا الجزر، وزي ما حضراتكم شايفين المحصول. هنعرف طبعا تفاصيل الزراعة ومواعيد الحصاد، ويعني ازاي بيتم عملية الزراعة وتكلفة بتاعته. زي ما انتم شايفين ان الحصاد بيتم في شهر واحد، لكن الزراعة امتى، تكلفة كام، ده اللي هنعرفه من المزارعين. اتعرف بيك رضا. ايه قول يا عم رضا. احنا النهارده في موسم حصاد الجزر، انا عايز اعرف بقى مواعيد الزراعه، الحصاد امتى، التكلفه كام، الفدان بيجيب كام، يعني احكيني على زراعه الجزر الاصفر، وهل هي زراعه منتشره في محافظه المنيا ولا مش منتشره في محافظه؟ طب انا لا، انا عايزك تقول لي دلوقتي زرع المحصول بيكون امتى، بتزرع امتى الجزر؟ هنقول 3 اشهر. 3 اشهر، يعني تزرع في شهر كام؟ يعني بتزرع في 9؟ 9 في شهر 9. طيب في شهر 9 الحصاد بيكون في نص واحد ولا في اخر واحد ولا في اول واحد؟ على حسب الجزر اللي بيستوي. يعني هو مدته في الزرع كام، في الارض كام؟ 3 شهور بالظبط. 3 شهور بالظبط. الفدان، الفدان يعمل يعني يتكلف عليك كام؟ يعني انا راجل مش مزارع وعايز ازرع، الفدان يتكلف عليا كام؟ وايه مواصفات الجزر الجيد المتميز اللي هي نوعها ايه؟ الجزره دي اللي في ايدك انت، اللي انت بتربطها دلوقتي دي، انضف حاجه، انضف انواع يعني. ايوه تمام. في تخليل اغلى من كده. هو ده للاكل ولا للتخليل، ولا هو في انواع يعني للتخليل و... بتذبح كفه الاول. لكن في جزر لما تقعد 6 شهور، لما تقعد 6 شهور في الارض، جزر تقعد 6 شهور. أيوة. ده غير الجزره دي اللي هي بتاع التخليل دي، بتاع التخليل دي تقعد 6 شهور. طب ايه الفرق بينها وبين ده؟ ايه الفرق بينها وبين الجزره دي؟ مفيش فرق بينها وبين دي زي ديت، بس ديت بتذبح كفه بتتباع للاكل. يعني تكلفة الفدان كام؟ يعني الجزر يصرف 15,000 لحد ما يبدأ انت تحصده. تمام. طيب يعني الفدان يجيب كام طن؟ لا ده مش بالطن، ده بالشكارة. بالشكارة الفدان الحلو يجيب 400 شكارة. طب قول لي بقى انت يعني على في موسم الحصاد انت بتخلعه ازاي؟ يعني انا شايف برضو في لسه جزر على الارض، الجرار بيحرضه. نضم الحشاش في الاول كده، نلم الحشيش الحشيش بتاعه ونيجي ضمنه في الجرار، في خطين نلمه وثاني يوم يحرضه. يعني هو يعمل خطين انت تلمهم، بعد كده هو خطين يعني على حسب ما انت هتطلع، يعني على حسب ما انت لكن ما تخلعوش كله مره واحده، ما يبردش في الشمس، يمرض. يعني هو لو تسف الارض كده من غير عرش يمرض. لو ما خلع، لا هو طول ما هو كده في الارض كويس، لكن طول ما انت جلحتها خلاص هتمرض مع الجو والهواء والشمس. زي ما حضراتكم شايفين معانا الجزر موسم الحصاد، احنا بنرصد لحضراتكم موسم حصاد الجزر في محافظة المنيا. طبعا اتعرفنا على مواعيد الزراعة وازاي بيتم عملية الحصاد، وكمان التكلفة بتاعة الفدان. اسمك ايه؟ عيد محمد سالم. قول لي يا عم عيد، احنا النهارده في موسم حصاد الجزر، عايز اتكلم معاك عن زراعة الجزر والمحصول، وبيتزرع امتى، بيتخلع امتى، وتكلفته والانتاجية
كلمني عن المحصول نفسه. الجزر انواع اولا. النوع دوت اسمه توكاتو ياباني. توكاتو ياباني. توكاتو ياباني. ده بيزرع معاك من شهر 8 لغاية اخر 9. من شهر 8 لغاية اخر 9 النوعية دي بس. في نوعية تانية تبدأ من 9 لغاية 11. في نوعية تانية تبدأ برضو كذلك الامر. اللي هو الفرنسية وده بيتطور بيقول 6 اشهر في الارض. تمام. بيديك انواع احجام كبيرة تخليل. يعني ده ما ينفعش في التخليل. لا ينفع بس لو هتخف له المغزى البدر شويه النقره عشان يديك احجام كبيره. تمام. بس ده يعتبر شغل سوق تسويق ده. شغل سلاح السوق. تمام. ده للاكل اللي هو ماشي حاليا للوقت السوق كله. ايه الفرق بقى في الطعم ما بين جزره وجزره؟ يعني انا راجل مش ما بزرعش جزر، ما اعرفش نوعيته، اعرفه ازاي الجزره الحلوه من الجزره دي؟ هو بالنسبه للانواع بقى التوكات دوت هو الوقت اللي شغال حلو. الفرنساوي ده بيقعد بيديك احجام جامده. لما بتطول في الارض بيشرب ميه كتير، خليه في مسخ او دلعه. طب هو الفدان يجيب كام طن؟ الفدان هنا بيجيب بالنسبه اللي احنا ما بنبيعش الطن بيبقى بالشقاره. يجيب كام شقاره؟ اللي بندلع ده حاليا ماشي من 300 ل 400. من 300 ل 400 شقاره. الشقاره توزن كام؟ الشقاره قول وزنها 50. 50. طيب قول لي التكلفه بقى، التكلفه اللي عليك بقى يعني. التكلفه التجاوي بس. تجاوي وسابخ ونجاوي حشايش ورمي سابخ. الفدان يتكلف له 10,000. يتكلف من 10 ل 15. ايوه. يعني او الحصاد بتتم ازاي؟ عمليه التجميع في تجميع نوعين، تجميع بالرجاله بتطلع على الحشيش والدرن. تمام. تجرد على الارض ونحط. يعني ايه تجرد على الارض؟ يعني نفضل نحش ودين عشان ما يبقاش فيه حشيش. يبقى كده من غير الجزره من غير اي حاجه. وبعدين انت تبدا اجيب الجرار اخطط. اخططها ولا اجيب زي كده بالابصار. انت بقالك كام سنه بتزرع؟ يعني هديل 10 سنين. هديلك 10 سنين بتزرع. ايه الفرق بقى في الجزر اللي انت بتزرعه دلوقتي والجزر اللي كنت بتزرعه سنين؟ هو بالنسبه للجزر ما فيش فرق، هو هي الانواع هي هي. بس اختلاف الجزر اختلف في العبوه وفي الاسعار. الاسعار بس اختلفت في العبوه. تمام. بالنسبه هي هي العلب كانت في الاول علب صفيح الوقت عملها. تمام. بس الصفحة هو. طيب الارض نفسها يعني هل ينفع ازرع الجزر في الصحراء مثلا او في مكان تاني غير الارض الطينيه؟ لا ما ينفع في اي ارض زرقاء او صفراء، بس الارض الرمله جامد لا ما ينفعش. ينفع في الارض اللي هي الطبقه او الزرع.